البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك. أهلا بكم. إحصاءات عام 2015 تظهر أنه العام الذي كان الأدنى في مجال الكوارث الطبيعية، لكنه أيضا سجل في المقابل رقما قياسيا في الكوارث غير الطبيعية. كيف كان أداء قطاع التأمين العام الماضي؟ سؤال سنحاول الإجابة عليه في حلقة تأمين لليوم، والبداية كالعادة مع آخر الأخبار. نبدأ أخبارنا من مصر، حيث كشفت وسائل الإعلام المصرية عن عملية تحايل على شركة تأمين، إذ يقوم البعض بشراء وثائق تأمين على الحياة لمصلحة أسرهم بعد وفاتهم بمبالغ تتعدى المليون جنيه. وبعد تسديد أقساط عدة أشهر يعمدون بالتحايل مع أحد العاملين بمكاتب الصحة إلى استخراج شهادة وفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية. وكشفت الشركة المصرية للتأمين التكافلي عن أن حالات النصب كلفتها أكثر من 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى وجود مطالبات أخرى تصل إلى 30 مليون جنيه. باشرت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أمان دمج بطاقة الهوية الإماراتية مع بطاقة التأمين الصحي التي تصدرها شركة أمان للتأمين للمتعاملين معها. وتعد شركة أمان أول شركة تأمين في دولة الإمارات تقدم على هذه الخطوة، تماشيا مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي الرامية إلى تغيير برامج التأمين في دبي ودمجها في بطاقة الهوية، حيث ستتخذها بدلا من بطاقة التأمين. نبقى في الإمارات، حيث تتوقع مصادر في صناعة التأمين على السيارات زيادة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% على أقساط تأمين السيارات في أعقاب فرض رسوم خدمة الإسعاف في دبي. وستدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 28 فبراير المقبل، وستدفع من قبل شركة التأمين التي يتعامل معها السائق المتسبب في حادث المرور. تظهر إحصاءات شركة ميونخ ري لإعادة التأمين أن مطالبات التأمين من الكوارث الطبيعية مثل العواصف والزلازل انخفضت إلى 27 مليار دولار في عام 2015، مع تراجع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية لأدنى مستوى لها منذ عام 2009. أعلنت شركة ميونخ ري لإعادة التأمين إن مطالبات التأمين من الكوارث الطبيعية مثل العواصف والزلازل انخفضت إلى 27 مليار دولار في 2015، مع تراجع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية لأدنى مستوياتها منذ عام 2009. وذكرت أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم في تقرير سنوي عن الكوارث الطبيعية أن مطالبات التأمين للكوارث بلغت نحو 31 مليار دولار في 2014، لتقل أيضا عن متوسطها في 10 أعوام الماضية البالغة نحو 56 مليار دولار. وفي عام 2015 لقي 23 ألف شخص حتفهم، بينهم كثيرون سقطوا في زلزال ضرب النيبال في نيسان الماضي. وأشارت الشركة إلى أن إجمالي عدد القتلى بلغ نحو 7700 شخص في العام السابق، في حين بلغ متوسط 10 أعوام نحو 68 ألفا. وأظهر تقرير ميونخ ري عن الكوارث الطبيعية أن حجم الخسائر الاقتصادية في العام الماضي نزل إلى نحو 90 مليار دولار من 110 مليارات دولار، وهو أيضا أقل من متوسط 10 أعوام البالغ 180 مليار دولار. ونتابع هذا الموضوع مع ضيفي. أولا في استوديو البرنامج الدكتور خالد المزروي، هو خبير الطيران ورئيس السابق اتحاد خدمات مطارات الخليج، أهلا ومرحبا بك معنا. ومعنا كذلك من جدة عضو لجنة التأمين بغرفة جدة سابقا ومستشار التأمين السيد عدنان خوجة، أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عدنان. نتحدث بالدرجة الأولى معك أستاذ عدنان عن حجم الكوارث الطبيعية التي مرت على قطاع التأمين خلال عام 2015. بحسب تقرير ميونخ ري يفيد بأنه سجل تراجع في عدد الحوادث، مما أدى إلى يعني تكاليف أقل للعام الماضي. هل تعتقد أنه هذا ممكن أن يشمل كل العالم، وماذا عن حجم تغطيته للمنطقة؟ طبعا أكيد هذا التقرير أنا اطلعت عليه أنه بيشمل كل العالم،
والحمد لله يمكن الفيضانات اللي حصلت التسونامي السنتين السابقة قلت، وحتى في المنطقة الحمد لله هنا في السعودية بالذات الحمد لله ما حصلت زي الكوارث اللي حصلت في السنوات السابقة من 4 أو 5 سنوات. نعم، وعندما نتحدث عن التغطيات التأمينية للحوادث غير الطبيعية، يعني لكوارث غير طبيعية، هل تجد أن نطاق التغطية فيها كان أعلى؟ خلال السنوات السابقة الكوارث غير الطبيعية شركات إعادة التأمين يعني تحملت مبالغ كبيرة، حتى أنه صار بالصعوبة أنك تجدي تغطيات لبعض الممتلكات الكبيرة كالمستودعات والمصانع الكبيرة، فأضطرت مؤسسة النقد أنها تتدخل في هذا الصدد ووضعت بعض الشروط اللي هي تساعد معيد التأمين أنه يتقبل عمل تأمين للمنطقة في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها رفعت عشان تشجع معيد التأمين رفعت مبلغ التحمل، يعني سوته مبالغ 1 مليون و1.5 مليون، هذا الأرقام ما كانت في السابق، وحطت مينيمم للأقساط يعني 5% من قيمة الخسارة بحد أدنى مثلا 1 مليون بالنسبة للكوارث الحريق بالنسبة للفيضانات والكوارث اللي هي الطبيعية الكوارث الطبيعية. نعم، أعود إلى ضيفي الدكتور خالد المزروع. عندما نتحدث عن كوارث طبيعية كما ذكرها ضيفنا هي تتعلق بفيضانات زلازل وغيرها، لكن الكوارث غير طبيعية بدها تكون حوادث أعمال إرهابية وغيرها. قطاع الطيران لم يكن بمنأى وسليم عن هذه الحوادث في السنوات السابقة، تحديدا 2015، هل تجد أنه كان العدد أقل بالنسبة للكوارث غير الطبيعية في قطاع الطيران، أم أنه بالعكس كان أفضل من 2014؟ طبعا بالنسبة ل 2014 احنا شفنا عدة حوادث خاصة بالنسبة لشركات الطيران الشرق السوية اللي نقول فار إيست، وخاصة بالنسبة لشركات الطيران شركة الطيران الماليزية. للعلم قطاع الطيران من أفضل القطاعات كسلامة وعدد الحوادث أقل بالنسبة لكل وسائل المواصلات، لكن للأسف سبب عدد الوفيات دائما تكون في عدد الطائرة، وخاصة الآن الطائرات تكون الطائرة الكبيرة بعيدة المدى، فحمولة الركاب وعدد الركاب يكون أكثر، فلذلك الشخص أو عامة الناس يلاحظون أن عدد الوفيات في حوادث الطيران أكثر، لكن هي بالواقع أقل. صعب أنك تقارن سنة بسنة لأنك أنت ما تقارن بعدد الحوادث، تقارن بعدد التكلفة والوفيات، لكن نقدر نقول أنه في تطور. طبعا بالنسبة للفكرة يعني الآن في السنوات الأخيرة 2014 حتى 2014 و2015 و2013 وما سبق ذلك، العشر الأواخر الأخيرة تقريبا توجد وفيتين لكل 130 مليون راكب، فهذا العدد لا يساوي شيء. نعم. في حين في سنة 1900 تقريبا 61 إلى 1972 كان العدد 133 راكب كل 100 مليون راكب. نعم. ناهيك أن تقريبا هناك حوالي ما لا يقل عن 3 مليار راكب سنويا في عالميا، فهذا العدد يعتبر قليل مقارنة بالمواصلات الوسائل الأخرى المواصلات. نعم، أعود لك أستاذ عدنان للحديث أكثر عن طبيعة الحوادث الطبيعية، كونه كان في تسجيل لتكاليف أقل العام الماضي، هل السبب يعود إلى أنه شروط السلامة والأمن كانت مرتفعة أكثر، أصبحت الشركات تحتاط لكل أشكال الكوارث الطبيعية، لأنه يعني لم يخلو 2015 أيضا من فيضانات من زلازل وغيرها، ما السبب الذي أدى إلى تراجع تكلفة التأمين في هذاك العام؟ بالنسبة للمنطقة هنا طبعا الكوارث الطبيعية الاحتياطات اللي ممكن يحطها أنه لا سمح الله ما يكون المصانع في مجاري السيول أو الأودية اللي هي ممكن لا قدر الله لو حصل فيضانات، لكن في المنطقة الحمد لله لنا يعني من سنتين ثلاثة الأمور يعني مطمنة، والحمد لله بدأت شركات التأمين تتدخل وتدي نصائح لعملائها بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وفي يسموه ريسك مانجمنت إدارة المخاطر بالنسبة لمصانعهم حتى يتفادوا لا سمح الله حتى لو حصلت يكون في عندهم يعني أقل الأضرار زي ما يقولوا تحصل. نعم. بإذن الله. نعم، طيب دكتور خالد، انت ذكرت انه يعني الاستاذ عدنان يقول كان العام الماضي الطبيعه لم تتدخل كثيرا فيما يتعلق بالكوارث وهذه، لكن يبدو انه البشر يعني ينوبوا عن الطبيعه احيانا فيما يتعلق بعمليات ارهاب او حتى حوادث بشريه ممكن تحدث، يعني الاخطاء، هل تعتقد فعلا انه قام يعني البشر اخذوا دور الطبيعه فيما يتعلق بالكوارث؟ صحيح. بالنسبه لحوادث الطيران هي تتعلق دائما في 3 محاور، المحور الاولي اخطاء فنيه او يسمونها هيومن فاكتورز اللي اخطاء الطيارين طاقم الطياره،
الشيء الثاني طبعا اخطاء اللي هي الكوارث، ممكن تكون مثلا بسبب الرياح، سوء الاحوال الجويه، الفيزيبيليتي اللي هي انعدام الرؤيه في حاله الهبوط، وهذا اصعب مرحله بالنسبه للطيار اثناء هبوط الطائره. الشيء الثالث طبعا للارهاب، والارهاب هذا اللي احنا شفناه في 2015 زادت شويه كتامين او كتكلفه. وهني ما نتكلم احنا بس فقط عن حالات الوفيات، لكن نتكلم عن الطائرات اللي تم تدميرها في قطاع الطيران وفي المطارات، خاصه اذا كان في عدد اكبر من الضحايا. طائرات مدنية كان اخرها الطائره الروسيه في شرم الشيخ. نعم، اعود بعد قليل وايضا نستكمل حديثنا. ارجو ان تبقوا معنا ايضا ضيوفي الكرام. وماذا عن ابرز كوارث الطيران في عام 2015 بعد الفاصل؟ هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين، أمن عالمك. هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين، أمن عالمك. عام 2015 ارتبط بعشرات الكوارث غير الطبيعية، تفجيرات، عمليات إرهابية حصدت حياة الآلاف من الناس، إضافة إلى حوادث الطيران. شهد العالم مجموعة من حوادث الطائرات خلال عام 2015، الأمر الذي سبب خسائر هائلة لشركات التأمين، وكان سببا في إثارة ذعر وخوف كثيرين من المسافرين جراء ذلك، بعد افتقارهم إلى الإحساس بالأمان الضروري لقضاء رحلاتهم عن طريق الجو. ونستعرض معا قائمة بأبرز الحوادث التي وقعت خلال عام 2015 وفقا للتسلسل الزمني. في يناير تحطمت طائرة ماليزية بعد انقطاع الاتصال معها وهي في طريقها من اندونيسيا الى سنغافورة، وعلى متنها 162 راكبا بما فيهم طاقم الطائرة. واتضح ان قائد الطائرة طلب تغيير خط رحلته نظرا لسوء الاحوال الجوية. في يناير من نفس العام قتل 11 فردا عقب تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو اليوناني في اسبانيا. في فبراير من عام 2015 قتل 53 شخصا خلال تحطم طائرة من طراز ATR-72 في تايوان. في فبراير من نفس العام اصطدمت طائرة تابعة لشركة ترانس آسيا للخطوط الجوية التايوانية بجسر وتحطمت في نهر بالعاصمة تايبي، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بين ركابها 58. في أغسطس من نفس العام تحطمت طائرة تابعة أيضا لشركة جيرمان وينجز الألمانية في جبل الألب الفرنسية، وكانت تقل على متنها 150 شخصا من بينهم 6 من أفراد الطاقم، حيث رقوا حطفهم جميعا على إثر سقوط الطائرة فوق جبل الألب الفرنسية. في نهاية أكتوبر من عام 2015 وقعت حادثة سقوط وتحطم الطائرة الروسية التي تسيرها شركة طيران كوغالمافيا، وهي في طريقها من منتجع شرم الشيخ السياحي المصري إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وكانت تقل الطائرة نحو 270 راكبا فضلا عن 7 من طاقمها يوم 31 من تشرين أول أكتوبر الماضي. وقد كشفت التحقيقات الروسية عن أن عبوة ناسفة كانت السبب وراء سقوط هذه الطائرة. ونعيد التذكير طبعا بمحورنا الرئيس، ما هو دور الكوارث الطبيعية من التغطيات التأمينية ودور الكوارث البشرية خلال عام 2015؟ أعود لك أستاذ عدنان، وكنا قد تحدثنا الحقيقة، كنت قد سألت الدكتور خالد قبل الفاصل أنه أحيانا إذا رحمتنا الطبيعة بكوارثها فالتدخلات البشرية والكوارث البشرية تقوم بالإنابة عنها. بالنسبة لحجم التغطيات التأمينية على الإرهاب، هل تجد أنه كان نطاق مرتفع العام الماضي؟ طبعا من الأحداث اللي حاصلة في الشرق الأوسط من الربيع العربي في اليمن وفي تونس، بدأت المنشآت الكبيرة تغطي السبوتاج والتوريزم، تغطية الأعمار الإرهابية والشغب. فالحمد لله في السعودية يمكن الحمد لله ما تعرضنا لهذه الأنواع من المشاكل، لكن في المنطقة القريبة مننا في مصر أكيد كان فترة التحويل في نعم. تونس وفي المغرب، فيعني هي متطلب صارت، يعني في الزمان كان ما حد يطلب هذه التغطيات، بس الآن صارت متطلب في غالبية الدول اللي فيها للأسف الربيع العربي هذا اللي نعم. حاصل. في بعض من الحوادث سواء كانت إرهابية أو حوادث مفتعلة بشرية
طبيعية تؤدي إلى كوارث طبيعية، بمعنى إذا كان هنالك تفجير ممكن أدي إلى انهيار في تربة وبالتالي انجراف وغيره. ممكن أيضا موضوع يعني انتشار الدخان من حريق هائل جدا يحدث مشكلة بيئية، وبالتالي هذا يسجل ضمن الكوارث الطبيعية إذا ما كان هنالك ما تسمى يعني بأنها يعني الأمطار السامة من هذه الكيماويات. هل هذا مشمول أو مغطى في التأمين أيضا؟ التبعات حقت السبوتاج والتوريزم غير مغطى. نعم غير مغطى، يعني متغطى نفسه الحدث لكن ما يتتابع منه من تغطية الأسف لا غير مغطى. نعم. طيب دكتور خالد، يعني كما ذكر السيد عدنان انه يبدو انه يتم إضافة منتجات تأمينية مع ارتفاع حدة المخاطرة ودخول الإرهاب وغيره. طب بالنسبة لسوق الطيران مع ارتفاع عدد الحوادث القادمة أو المتأتية من خطف طائرات تفجيرها وغيره، ما هي الاحتياطات اللازمة اليوم في سوق الطيران من أجل تقليل المخاطر وتقليل التكلفة العالية؟ أول شيء مثل ما قلت من ساعة قطاع الطيران تقريبا من أكثر القطاعات سلامة، لأن فيها التدابير أو تدابير السلامة التي تتخذ في شركات الطيران تدابير يعني معقدة، وهي أكثر التدابير اللي تبدأ في أي قطاع حتى صناعي أو تجاري. للعلم الراكب من أول ما يطلع، بس إذا في يعني أعطيتك خلاص لمدة دقيقة، أول ما يطلع الراكب ويوصل المطار حتى وصوله للطائرة قبل إقلاعه على احنا نقول الجسر أو السلالم الطائرة أو الجسر الممر ممر نعم. ممر الطائرات هذه يكون مسؤولية شركات يعني أو المطار أو الخدمات الأرضية في المطار. نعم. في حين أن مجرد ما يوصل أو يحط ريله في داخل الطائرة تكون مسؤولية شركات الطيران. فبالنسبة لشركات الطيران طبعا المطارات عفوا تكون مسؤولة، بالإضافة حتى الطائرات إنها وجودها في المطار تكون من ضمن مسؤولية المطار. طيب أنا في عندك حادث مثلا الطائرة الروسية. نعم. الحادث حصل والطائرة طائرة. صحيح. يعني المفروض إنه المسؤولية على شركة الطيران، لكن صح. سبب الحادث هو خدمات الأرضية يعني صح. عمليات الشحن والحقائب. على مين المسؤوليات؟ على شركة الطيران. نعم. لأن شركة الطيران أول شيء حسب قانون أو معاهدة، أول شيء كانت معاهدة وارسو في بداية التسعينات، ومن ثم طبعا في صار تطور بالنسبه لان تكلفه الاشخاص المبالغ اللي يجب تعويضها على الاشخاص، فتم دراسه الموضوع في عده مراحل، واخر مرحله كانت 1999 في معاهده مونتريال، وتم الاتفاق على زياده التكاليف، فاصبح تقريبا حوالي تكلفه الشخص العادي. نعم. حتى لو كانت شركه الطيران مو مسؤوله والشخص في الطائره تقريبا حوالي ما لا يقل عن 130 الف دولار. نعم. طبعا هذا المبلغ يختلف حسب اهميه الشخص. اذا كان الشخص مثلا مشهور جدا جدا ممكن هذا المبلغ يوصل الى اضعاف هذا. نعم. المبلغ هذا، اما هذا اذا في كلتا الحالات، لكن اذا كانت المسؤوليه على شركه الطيران او جهه اخرى اللي يعتبر احنا نقول الجهه الثالثه. نعم. ترجع مره ثانيه على شركه الطيران. نعم جميل جدا. أعود لك سيد عدنان خوجة، يعني ضيفنا في الدكتور خالد يقول أنه تبدأ تقل تكلفة خدمة الخسائر حوادث الطيران من لما بدأت شركات الطيران الخدمات الأرضية على سبيل المثال في اتخاذ أساليب واحتياطات للسلامة لتقليل التأثيرات يعني المتسببة على الحوادث. طب أنتم وترعون موضوع الكوارث الطبيعية، فرضا الأمطار كل سنة على سبيل المثال في جدة عندكم نفس الفيضانات نفس الحوادث نفس الأضرار، لماذا لا يكون هناك احتياطات لتفادي يعني خسائر أكثر عام بعد الآخر؟ طبعا الحكومة من 5 سنوات في بعد الحادثين الكوارث اللي حصلت في جدة أثناء السيول اللي جات على جدة بدأت تحط هي بنفسها مجاري للسيول. الحمد لله آخر مطرة جات أو في جدة يعني الحمد لله ما شفنا ذاك الكوارث اللي هي السيارات اللي غرقت أو المصانع اللي تدمر اللي دخلها المويه بسبب الاحتياطات يعني بسبب التدخلات الجديدة. نعم نعم اللي توفرتها الدولة والحمد لله يعني كانت الأمور يعني أقل بكثير من الخسائر للسنوات السابقة الحمد. طب باعتقادك يعني مقارنة مثلا بقطاع الطيران سواء الكوارث الطبيعية أو كانت بشرية، حجم التغطية كبير جدا مقابل مثلا تغطية شركات التأمين على سبيل المثال لهذه الكوارث الطبيعية لممتلكات لمركبات ولا غيرها، أيها تجده الأكثر؟ الأكثر من ناحية الأمان أو لا لا القيمة الخسائر. نعم شركات التأمين طبعا الكوارث الطبيعية. نعم يعني زي ما تفضل الدكتور خالد ان خلال السنوات السابقه يمكن ما كان او السنه 2014 و15 غير الطائره الحربيه اللي سقطتها تركيا الروسيه، بالاضافه الى الطائرات الركاب الروسيه، بالاضافه الى الطائرتين الماليزيتين اللي
واحدة اختفت وواحدة انضربت في ناحية صربيا أو ناحية الشيشان في ديك المناطق، يعني خمسة كوارث اللي هي طيران فقط. نعم، ونتمنى السلامة للجميع، سواء كان يعني نقول نحن يعني ما يأتي من الطبيعة هذا قدر، ولكن من أيدي البشر هذا يحتاج إعادة نظر. ونشكرك طبعا أستاذ عدنان خوجة، وأنت عضو لجنة التأمين بغرفة جدة سابقا ومستشار التأمين. وأشكر أيضا ضيفي في استوديو البرنامج الدكتور خالد المزروعي، خبير الطيران ورئيس السابق لاتحاد خدمات مطارات الخليج. شكرا جزيلا لك. الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل، ضيف قصص من عالم التأمين لهذا الأسبوع. أنا أصلا لما قدمت على شركة التأمين العراقية، إحدى شركات الحكومية في العراق، ما كان بالي راح أني أقدر أتوفق وأنجح ويكون عملي في مجال التأمين، لأن كانوا المتقدمين 250 واحد هم يريدون 6، فكنت ثاني واحد من 6 اللي اجتازوا الامتحان الشفوي والتحريري، وكان تسلسلي 3 من هؤلاء. فاستمرت اعمل بالتامين من 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 ذلك الوقت وانا طالب جامعه مسائي في قسم اللغه الانجليزيه، وبديت اتدرج في قطاع التامين، وتدرجي كان سريع بصراحه. يعني انا يعني احسد نفسي اني يعني اخذت مناصب عديده وسريعه، وطبعا ما جت عن فراغ. انا يعني من مدح نفسه ذمها، بس يعني جايه عن قناعه المسؤولين في ذلك الوقت بان انا يعني ممكن ان اكون في هذه المراكز اللي وقع الاختيار علي فيها. وبعدها توليت من موظف متدرج الى رئيس مجلس اداره ومدير عام شركه التامين العراقيه عام 1982، واستمرت بها لمدة 16 سنة لغاية ما صارت فرصة الاتحاد العام العربي للتأمين. علمت بأن هناك رغبة للسوق العربي، محتاجين لأمين عام. فأنا كنت بصراحة متردد أن أقدم. أيام العراق بال 99 كان أكو تحكم ظروف سياسية كثيرة بصراحة، ما أريد أخوض تفاصيلها، بس اتصلوا بي بعض الأصدقاء بعض المحبين، قالوا انت من الشخصيات المعروفه، انت كذا انت كذا، ما اذكر شنو قالوا لي بالضبط، ليش ما تقدم؟ قدمت. اتحدث عن جانب من شخصيتك، معروف عنك انك دائما تنشد المثاليه في اعمالك. اين كان التوجس في بدايه اختيارك لان تكون في الاتحاد العربي العام للتامين؟ توجس من ناحيه انه هل ستتمكن من تحقيق نجاح في هذا المكان او لا؟ والله انا من اجيت خليت امامي تحدي كبير، لان يعني مطلوب من عندي ان اوري السوق العربي من انا وش مطلوب من عندي. وقتها مثل ما انتهينا حديثنا قبل شوي، قلت لك ما كنت ناوي حتى اجي لهذا المكان، بس برغبه عديده من لدى الاصدقاء قدمت واجيت افاجئ اني دا اخوض يعني ماذا اسميها، معركة، دا أخوض منافسة مع 14 واحد، وأنا العبد الله العراقي المسكين أجي مع 14 واحد وقسم بيهم من إخواننا السوق المصري بصراحة أقول لك. فردت أسحب ترشيحي، كمان صار اتصال بي من بعض الأصدقاء، لا خليك، ليش تسحب ترشيحك؟ يا جماعة الخير أنا أخاف من الفشل، خلوني أرجع على شركتي مكرم معزز. قالوا لا خليك، وفعلا ظليت بمساعدة ودعم بعض الشخصيات الإخوان اللي عزيزين على قلبي، يعني وقفة معايا، يعني من وقفة إخوان، وقفة التحدي ودعمه وموقفي. وأفاجئ إني من 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 مجموع 19 بلد عربي كنا حاضرين إني أحصل 16 صوت من 19، وهذا كان تحدي كبير. قطاع التأمين معروف عنه أنه مشاكله كثيرة، يحتاج إلى حلول، يحتاج إلى إعادة نظر في الكثير من المواضيع المتعلقة به. كيف استطعت خلال مسيرتك المهنية في قطاع التأمين أن تحتوي هذه المشاكل، أن تطورها، أن ربما تنتقل بها من مرحلة إلى مرحلة؟ والله أنا ما أقول مشاكل، لأن أخوانا العرب واحد أطيب من الآخر، وكلهم أحبائنا وعزيزين على قلبي. بس أنا اللي خلاني أني أنجح في أنا أقول أنجح وعد، يعني من يحكي عن نفسه ما لازم، بس أنا أقولها بكل ثقة بالنفس، إني أنجح في هذه المهمة. بديت بسياسة جمع ولا تفرق،
بديت أن أحاول أن أنمي علاقات طيبة ومتميزة مع كل الإخوان العاملين في الوطن العربي. فأعتبر أنا دخلت الاتحاد كان عدد الأعضاء بحدود 200 شركة تأمين، هسه عندنا 340 شركة تأمين، ف 140 شركة دخلت انضموا جديد، كانت مواردنا المالية تكاد أن تكون متواضعة جدا. هسه ما شاء الله ما أرد أذكر الرقم، إحنا عندنا موارد مالية وودائع يعني يمكن واحد يفتخر بيها. هذه أجتي أنا أكد لك أجتي من 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 العلاقة الطيبة اللي تربطني مع شركات التأمين، من التعاون، من المحبة. وتشوفيني أنا في كل المؤتمرات والندوات أفكر بالناس الموجودة، أقدر ما أفكر بعيلتي، أقدر ما أفكر بنفسي. عمري ما أنا قاعدة تفترض زي البني آدمين، أنا ماشي أكل على السريع وأمشي. بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج تأمين. لمتابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة زورونا عبر موقعنا الإلكتروني cnbcarabia.com وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك.